النهاردة بيستقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، واللي بيزور مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى. الرئيس بتاعنا أكد على إيه خلال هذا اللقاء؟ دعم مصر الثابت والراسخ والكامل لأمن واستقرار العراق الشقيق، واعتزاز مصر بعمق ومتانة هذه العلاقة الاستراتيجية ما بين البلدين. طيب، أما رئيس الوزراء العراقي وقال إيه بقى؟ قال إن بلاده حريصة على تعزيز آليات التعاون الثنائي الراسخة مع مصر، وإن إحنا لازم نبني على نتائج الزيارة الأخيرة لمصر اللي كانت في مارس اللي فات، وأكد على إنه وتيرة الزيارات المتبادلة ما بين الجانبين بتعكس حاجة مهمة جدا، وهي حرص دفع هذه العلاقات ما بين بغداد وما بين القاهرة لآفاق أكثر رحابة خلال الفترة المقبلة. خدها مني واركن عليها وافتكرها في يوم من الأيام، بغداد والقاهرة واحد، يا سلام سلم للاتنين. شوفوا التقرير ونرجع نكمل الكلام. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق والوفد الحكومي الموسع المرافق له، الذي يزور مصر حاليا للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة. وحضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. من جانبه أشاد رئيس الوزراء العراقي بالعلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على دفع آليات التعاون الثنائي والبناء على نتائج زيارته الأخيرة لمصر في مارس الماضي، لا سيما من خلال تعزيز الاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية في مختلف المجالات، وذلك في ضوء النموذج المصري الذي يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ضوء الدور المحوري للدولتين في المنطقة وحرصهما على التصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة، وبما يحقق آمال شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية.